بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله أنا هتكلم على موضوع بعنوان Psychology of Thinking. الموضوع ده هو موضوع مقرر على الفيرست بارت ماجستير في مركز الطب النفسي بمستشفى جامعة عين شمس. ده من المواضيع المهمة اللي هو بيناقش كل ما يخص موضوع التفكير عند الإنسان الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. لعلكم تتفكرون تكررت في القرآن الكريم حوالي 7 مرات، وبالتالي احنا مأمورين ان نحن نفكر وان نحن نتأمل كل شيء موجود من حولنا، واعتقد انه بالانجيل والتوراة اكيد في ايات قريبة او شبيهة بهذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم. وبالتالي موضوع التفكير موضوع مهم جدا من كل النواحي. Thinking is the way that the mind makes sense of the world. كل شيء في العالم من حوالينا احنا بنفهمه وبنقدره من خلال التفكير. Thinking tells us what there's, what is happening, what our problems are, what our options are, what is important, what is not important, who are our friends, who are our enemies, what is our history, what we learn, how we learn. كل شيء موجود احنا بندركه من خلال التفكير. الانسان بدون التفكير بيفقد اهم وظيفة من وظائف النفس. لو قلنا اهم الوظائف النفسية اللي موجودة عند الانسان ايه هي؟ المشاعر والتفكير. المشاعر والتفكير هم اكتر حاجة في الجنس البشري well developed، وبيفرقوه عن سائر الكائنات كلها اللي موجودة في هذه الحياة من حولنا. The outlines of this lecture we will talk about thinking definitions types. هنتكلم عن concepts prototype core stereotypes how to acquire the concepts. We'll talk about assessment of thinking clinically. وفي clinically طبعا مع المرضى، ولكن الأهم من ده في الأحوال العادية مع الناس الطبيعيين. هنتكلم عن higher order thinking، إذا كان في أنواع من thinking فإيه الأنواع اللي هي العالية من التفكير. هنتكلم عن طريقة في التفكير اسمها 6 thinking habits. هنتكلم على البروبلم سولفينج والاستراتيجيز اوف بروبلم سولفينج والباريرز. هنتكلم على الكرييتيف ثينكينج والكريتيكال ثينكينج. هندي فكره يعني ايه برين ستورمينج، يعني دي الاوتلاينز اللي احنا هنتكلم عليها. اول شيء وهو من اهم الاشياء ديفينيشن اوف ثينكينج. لا يجوز باي حال من الاحوال يبقى دكتور داخل فيرست بارت ماجستير سايكاتري ونيورولوجي وما يعرفش definition of thinking. في أكتر من definition لل thinking. One of these definitions هو دوا thinking is mental activity which does not depend on sensory or motor contact with the environment. بمعنى أن الإنسان ممكن يفكر وهو مغمض عينه وهو مش سامع حاجة وهو مش حاسس حاجة وهو مش شامم حاجة وهو
متكتف وهو مربوط وهو محبوس. الإنسان قادر على التفكير من غير أي علاقة بالإنفايرومنت من حوله، وده قد يكون النشاط العقلي الوحيد اللي هو مش محتاج this contact with the environment. Okay. There are a lot of types of thinking. في أكتر من طريقة لتقسيم أنواع التفكير. إحنا هنتكلم على أكتر من طريقة منهم. أول طريقة أن إحنا بنقسم التفكير إلى fantasy و imaginative و rational أو conceptual thinking. الفانتاسي thinking اللي هو نقدر نقول عليه التفكير الخيالي اللي موجود عادة عند الأطفال بكثرة وبشدة، ده بيبقى صورة creation of images and or ideas و have no external reality. بمعنى انه الطفل الصغير ممكن يتخيل نفسه انه راكب حصان وانه الحصان بيجري بيه وانه نزل البحر وانه عمل وانه سوى، ويبقى عايش في هذا الخيال بشكل كامل اثناء اللعب بتاعه. حتى الادلتس ممكن برضو يستعمل هذا النوع من التفكير، وخاصة هذا التفكير بيبقى محبب، بيبقى بيخرج الانسان من الاستريس اللي هو موجود فيه. كثير من الناس الأدلت بيرجعوا إلى هذا التفكير as a defensive mechanism against الـ stress والبين وعدم الراحة في logic thinking. Okay. The characters of the fantasy thinking. هذا التفكير باسل، الإنسان ما بيبذلش فيه مجهود. Not goal directed، يعني الإنسان ما بيفكرش في موضوع محدد، هو بيسرح مع نفسه أيا كان يسرح في إيه. بيبقى لا يحكمه لوجيك او منطق، الراشونال ملوش اي علاقه بالمنطق. ممكن الطفل الصغير ده يتخيل نفسه بيطير، ممكن ان هو يتخيل نفسه ان هو شايل فوق راسه دبابه وبيعدي بيها في البحر، ممكن يتخيل نفسه اي تخيل ما فيهوش اي نوع من انواع اللوجيك ولا المنطق. الفانتاسي ثينكينج انليميتد، يعني ايه انليميتد؟ يعني غير محدود بأي قواعد، غير محدود بالزمان، غير محدود بالمكان، غير محدود بالساينس، غير محدود باللوجيك. No determining tendency، بمعنى انه ملوش هدف. الانسان اللي بيسرح في الفانتاسي thinking ده هو مفيش هدف محدد. لو حدد هدف انه مثلا بيفكر في موضوع محدد او بيحل مشكلة محددة، ما عادش فانتاسي، ما عادش فانتسي، يعني ما هواش جول دايركتد بأي شكل من الأشكال وملوش دايركشن محدد. عادة الفانتسي ثينكينج بيبقى كاركترايز باي إنه عنده فري أسوسيشنز. يعني إيه فري أسوسيشنز؟ يعني بيتولد منه أفكار فرعية كثيرة للغاية. فري، كون ان هو غير محدود باي لوجيك ولا اي منطق ولا اي زمان ولا اي مكان، فمن الطبيعي انه الافكار اللي هتتولد جواه تمام هتبقى كثيره جدا وكثيره جدا. وهنتكلم عن الاسوسيشنز ايه المقصود بيها بعد شويه، ولكن مبدئيا هي الافكار التي تتفرع من الفانتسي ثينكينج ده. زي ما بنقول قد يحدث في النورمال ادلتس وخاصه كديفنسيف ميكانيزم اجينست الستريس، ولكنه very common طبعا في الـ children. اوكي؟ وظيفته ان هو to escape من الرياليتي، to deny الرياليتي، to convert الرياليتي لشيء accepted، to compensate لما يكون الواحد مش قادر يحقق في الواقع بعض الاشياء فممكن يحققها في هذا في هذا الخيال. تاني نوع من انواع الـ thinking imaginative thinking. ايه الفرق بين كلمة فانتاسي وكلمة ايماجينيتيف؟ ما الاثنين عبارة عن ايماجينيشن او الاثنين عبارة عن فانتاسي. طبعا الفرق بين الايماجينيتيف ثينكينج والفانتاسي ثينكينج، الفرق الأساسي هو انه الايماجينيتيف ثينكينج اكتيف، الإنسان بيتخيل بمزاجه وبإرادته، جول دايركتيف، بيتخيل حاجة محددة بيسرح فيها وبيحاول يجد لها حل او تفاصيل او خطه تمام. راشونال، الفانتسي كانت ايراشونال
الفانتسي غير محدودة بأي شيء، إنما الإيماجيناتيف ثينكينج ليميتد لللوجيك وللمنطق. الفانتسي كان ليها ما كانش ليها جول محدد، ما هياش جول دايركتد، وما لهاش ديتيرمايننج تندنسي، ما لهاش دايركشن محدد تمشي فيه، انما لا الايماجينيتيف ماشي في مسار محدد وبيتجه ناحيه الهدف بتاعه. اوكي، العامل المشترك بينهم فري اسوسيشن، بمعنى انه الايماجينيتيف ثينكينج بيفكر وبيولد افكار كثيره للغايه. تمام، الانسان دايما لما بيبقى عنده مشكله او عنده موضوع ويقعد يسرح مع نفسه فيها ويفكر ويسرح ويتخيل ويحاول ان هو يرسم طرق وخطط و و و تمام، ده نوع من انواع الايماجيناتيف ثينكينج. اوكي، يبقى احنا قلنا الفانتسي ثينكينج والايماجيناتيف ثينكينج، الفرق اللي موجود بينهم انه واحد بيحصل غصب عننا واحنا بنبقى باسف تماما فيه وملوش جول، الثاني لا، الثاني اكتف وجول دايركتد وراشونال والى حد ما مور ليميتد باللوجيك والمنطق عن الايه، عن الفانتسي ثينكينج. ولكن وجه الشبه انه الاثنين عباره عن خيال والاثنين فيهم فري اسوسيشنز عاليه جدا. الايماجينيتيف ثينكينج كاركتر للكرييتيف بيبل، الناس اللي هم مبدعين والناس اللي هم ناجحين في حياتهم واصحاب الاختراعات واصحاب البيزنس الكبار، كلهم بيتميزوا ان عندهم imaginative thinking عالي جدا. كل اختراع حديث في العالم تمام كان في وقت من الاوقات كان عباره عن imagination في خيال الشخص اللي هو اخترعه. اوكي، ثالث نوع من انواع الثينكينج هو rational thinking او logic thinking. اوكي، أو conceptual thinking. هذا النوع من الثينكينج هو النوع اللي احنا بنستعمله واحنا بنجاوب الأسئلة في الامتحانات، واحنا بنخطط لشيء على الورق. هذا النوع من التفكير نوع limited باللوجيك والمنطق، دايما logic، دايما goal directed. الانسان لازم يبقى اكتف اثناءه، تمام، بيبذل مجهود فيه، بيبقى متجه ناحيه الهدف بتاعه، سترونج ديتيرمايننج تندنسي. زي الايماجينيتيف ثينكينج، الفرق اللي موجود بينهم هو ان الايماجينيتيف ثينكينج الاسوسيشنز فيه فري، توالد الافكار فيه اكتر واسرع، وانما اللي هو راشونال بيبقى توالد الافكار فيه بيبقى اقل. خلاص، طبعا معظم الناس بتفكر بالطريقه بتاعت اللي هو الراشونال ثينكينج، اهو بتحل الاسئله كده، هو بترد على لما بتسال سؤال بيرد عليه بهذه الطريقه، لما بيتعرض لموقف بيرد عليه بهذه الطريقه. فقط الناس اللي هم الكرييتيف هم اللي بيستعملوا الايماجينيتيف ثينكينج اكتر من الراشونال. بس طبعا ما فيش نوع من هذه الانواع يغني عن النوع الاخر، ولكن احنا بنحاول ان احنا نقول انه في فروقات بين انواع التفكير وبعضها. اوكي، طيب ناخد مور الابوريشن في الحته بتاعت الايماجينيشن دحين. ليه في الحته بتاعت الايماجينيشن؟ لان زي ما بنقول الايماجينيشن هو صفه الناس الكرييتيف، صفه المخترعين. اوكي، الايماجينيتيف ثينكينج لو احنا بنقارن الايماجينيتيف ثينكينج باللوجيك ثينكينج فهنلاقي انه الليميتيشنز اكتر مع اللوجيك منها مع الايماجينيشن. صحيح انه في ليميتس موجوده في الايماجينيشن عن الفانتسي، ولكن لازال تمام انه الايماجينيتيف الفري اسوسيشنز فيه بتخليه انه الليميتس بتاعته اقل من الايه، من اللوجيك ثينكينج ده. هو خلاص لازم نبقى عارفين انه ان احنا يعني محدودين باللوجيك بتاعنا، ولو بنفكر في المستقبل وبنفكر في التطور وبنفكر في التقدم لازم يبقى عندنا imagination. الimagination هو اللي بيدير حياة الانسان. طبعا في مجموعة من البشر بتفكر وبتعمل imagination وبتخترع
وفي مجموعه ثانيه بتستعمل هذه الاختراعات وماشيه باللوجيك ثينكينج فقط لا غير، مش بالايماجينيتيف ثينكينج. ولكن لو احنا بنقول انه هل الايماجينيشن مهم في الحياه؟ اه طبعا مهم جدا. وزي ما بنقول ان دي الناس الكرييتيف والانوفيتيف هم اللي عندهم هذا الايماجينيشن. خلاص؟ لو احنا بنقارن بين الايماجينيتيف واللوجيك نقدر نقول ان اللوجيك will get you from A to B. يعني جول دايركتد بشكل محدد وله ليميتس. اما imagination will take you everywhere. الايماجينيشن ممكن يخلي الانسان يفكر في اي شيء وفي اي مكان وحدوده زي ما بنقول اقل من اللوجيك. خلاص؟ بعض الناس بتقول انه imagination should be used not to escape from reality زي الفانتسي ولكن to create reality. بمعنى if we have a problem، تمام، على سبيل المثال الشخص اللي اخترع السيارة او اللي اخترع العربية ده هو شخص عمل imagination، عمل imagination لحاجة الناس تركبها وتحركهم بسرعة ومختلفة عن الحصان وعن الوسائل الركوب الأخرى اللي كانت موجودة قبل كده هو. خلاص؟ هذا الشخص عمل imagination وبعد ما عمل imagination حول الimagination بتاعته to reality، وبالتالي الimagination ما بنهربش بيه من الرياليتي زي الفانتسي، تمام؟ ولكن لا، على العكس، ده احنا بنعمل creation for reality بيه. اوكي؟ طيب في تقسيمه ثانيه لانواع التفكير. بعض الناس بتقسم thinking to red thinking and green thinking. اوكي؟ ايه هو الريد thinking؟ الريد thinking ده هو، تمام، هو higher order executive functioning. ده تفكير الواحد فيه بيبقى active، بيبقى logic، بيبقى goal directed، بيبقى مليان analysis، مليان relationship بين الافكار وبعضها اللي موجوده جوه، والانسان بيستعمله في كل حياته وفي البروبلم سولفنج. والنوع الثاني جرين ثينكينج اللي هو تفكير اوتوماتيك ما فيهوش مجهود بيبذل، سبونتينيوس، بيحصل انكونشسلي من غير الواحد ما يكون واخد باله منه، غريزي، ممكن يفكر في الاكل، في الشرب، في الجوع، في العطش، في الغرائز المختلفه. ايموشنالي لودد، ممكن يبقى فيه ايموشنز موجوده من جواه. ده اللي هو الريد ثينكينج والجرين ثينكينج. مره ثانيه الجرين ثينكينج زي ما بنقول ان هو بيبقى unconscious، بيبقى قد يوجد جواه حاجات هاي كواليتي وهاي executive فانكشن، ولكن زي ما بنقول انه يعني بيبقى more or less uncontrolled, unanalyzed, subconscious، دايما بيبقى في self defense او self protection، دايما ماشي ورا الهوى ورا المزاج، ممكن يبقى امبالسيف، ممكن يبقى ريفلكسيف. اوكي؟ كل ده كاركترز في الايه؟ في الجرين ثينكينج. كاني انه الجرين ثينكينج ده هو في من الفانتسي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ولكن زي ما بنقول دي تقسيمه بتاعه ناس ثانيه او علماء ثانيين قسموه للجرين والريد ده هو. خلاص؟ ولكن ده قريب من الايه؟ قريب من الفانتسي ثينكينج اللي احنا قلنا عليه قبل كده هو. خلاص؟ والريد ثينكينج قريب من اللوجيك ثينكينج اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اهو. ده بيبقى تفكير ديسيبليند، ده بيبقى بيبحث عن الحقيقه، بيبقى بيعمل سيلف اسيسمنت، بيبقى كريتيكال، ما بيشربش اي حاجه وخلاص، سيلف كوركتنج، بيعمل بروبنج بحيث انه يجمع معلومات اكتر. اوكي؟ وبالتالي نقدر نقول ان الريد ثينكينج ده هو داخل فيه بقوه اللوجيك ثينكينج اللي كان في التقسيمه الاولانيه، ونقدر نقول انه الايماجينيتيف ثينكينج في حاجات من الناحيه دي وفي حاجات من الناحيه، في حاجات من الريد وفي حاجات من الايه؟ من الجرين. طيب وبالتالي التفكير بتاعنا في منتهى البساطه، طالما ان احنا قلنا انه في ريد وفي جرين، في حاجه بتحصل لوحدها وفي حاجه بتحصل
في conscious وفي subconscious، وبالتالي تفكير الإنسان ممكن إنه يؤدي إلى trap for the human being، وممكن يؤدي إلى تمام إنه innovation وcreation ويخدم الإنسان بشكل أو بآخر. خلاص الإنسان لو قعد تفكيره على طول في الجرين زون اللي احنا قلنا عليها قبل كده، هو ده معناه إنه الإنسان هيقعد عنده أفكار غير منطقية، وهيقعد بعيد عن الواقع، وهيقعد في هذا الخيال للإيه؟ للأبد. خلاص؟ وبالتالي تفكير الإنسان بيحتاج فيه الجزء الخيالي اللي احنا قلنا عليه ده هو، وبيحتاج الجزء المنطقي اللي احنا قلنا عليه، محتاج الاثنين، ما يحبس نفسه جوه واحدة فيهم فقط لا غير. وبالتالي نقدر نقول انه لا يوجد ما يمنع انه الانسان يستعمل الفانتسي عشان يخرج من الاسترس اللي هو موجود جواه، واي انسان مننا لازم يحاول يستعمل الايماجينيشن ويقوي الايماجينيشن بتاعه. وزي ما بنقول عشان واحد يبقى كرياتيف وانوفيتيف لازم يبقى الايماجينيشن بتاعه قوي. من الايماجينيشن ده بيعمل creation for solutions للمشاكل بتاعته والمشاكل اللي موجودة حواليه، ومن الكرياتيشن solutions ياخدها ويعمل لها planning ويعمل لها designs ويعمل development لأمور بقى logic باللوجيك thinking بتاعه، وبالتالي يبقى بشكل ده innovative، ويقدر انه يدينا في الآخر product أو service جديدة لها قيمة في الحياة اللي احنا بنعيشها. وبالتالي نقدر نقول ان دي as if انها stages لأي فكرة جديدة بتيجي للإنسان، بتعدي في مرحلة الimagination ثم الcreation ثم الinnovation ثم انه يبقى new product له value او new service تقدم للناس من خلال هذه الفكرة اللي كانت imagination في وقت من الأوقات. The building block of thinking هو كلمة concept. In order to think about the world, we form concept. Concept are the building blocks of thoughts. It is the mean of dividing the world into manageable units. عشان نفهم العالم من حوالينا بنكون مفاهيم، هذه المفاهيم هي اللي موجودة في تفكيرنا، وهي اللي موجودة في ثقافتنا، وهي اللي موجودة في الميموري بتاعتنا. كلمة concept ده هو اتكلم عليها بياجي وسماها سكيما، اوكي، واتكلم عليها بيك وسماها سكيميتا، او سماها beliefs، اوكي، او سماها thoughts، سواء كانت intermediate thoughts او deep beliefs، اوكي. ايه الديفينيشن بتاع كلمة concept؟ A mental grouping of similar objects, events, ideas, or people. تجميع للحاجات المتشابهة مع بعضها في دماغنا. دماغ الإنسان عبارة عن مفاهيم كثيرة كونها في خلال الحياة. ندي مثلا عشان نفهم، كل اللي احنا شايفينه قدامنا ده هي عبارة عن كلاب، ولكن هذه الكلاب أشكالها مختلفة زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفين، اوكي؟ ولكن كلها تقع تحت كونسبت موجود في دماغنا اسمه ذا دوج، بالرغم من الاشكال المختلفة ده. يبقى اذا كلنا عندنا في دماغنا كونسبت عن الدوج، مهما اختلفت اشكال الكلاب لازالوا كلهم ينتموا الى هذا الايه؟ الى هذا الكونسبت، اوكي. اي كونسبت بيبقى له حاجه اسمها بروتوتايب. ايه هو البروتوتايب؟ البروتوتايب هو ذا بيست اكزامبل اوف ذيس كونسبت، يعني منتال ايمج بتمثل كل الكونسبت ده، بمعنى ان كل انواع الكلاب يوجد موديل اساسي تمام ليها، تمام، بروتوتايب. اشهر شكل للكلب موجود في دماغتنا كلنا،
اوكي. فدوا اسمه بروتوتايب. ندي مثال تاني عشان نفهمه بشكل جيد. لو احنا بنقول the concept of the man، لو انا بتكلم بقول الرجل في المفهوم المصري بتاعنا، اي واحد من الصور اللي احنا شايفينها ينفع بروتوتايب. لو احنا شفنا اول صورة على الشمال من فوق تمام، فانه لو ده البروتوتايب بتاع الايجيبشن مان كان كلنا يعني انتحرنا. اوكي. وبالتالي ده مش بروتوتايب للايجيبشن مان اتول. طيب الصورة اللي في النص، الراجل اللي حاطط حلق في ودنه ولونه اسمر، هل ده ينفع بروتوتايب للايجيبشن مان؟ لا، ما ينفعش طبعا بروتوتايب للايجيبشن مان. طيب الرجل الافغاني اللي دقنه بيضه ولابس العمامه وموجود في الصوره ده، ينفع بروتوتايب للايجيبشن مان؟ ما ينفعش بروتوتايب للايجيبشن مان. ما ينفعش ولا واحد في الصور اللي من فوق ده يمثلنا كايجيبشن مان. انما لو بصينا في الصور اللي تحت، اي واحد من اللي موجود في الصوره دهيه تمام ممكن يمثلنا كايجيبشن مان. ليه؟ لان اي واحد من دول يصلح كبروتوتايب لينا، بيلبس زينا، بيتحرك زينا، البودي لانجوج بتاعته زينا، ما حدش فيهم حاطط حلق، ما حدش فيهم لابس سلسله، ما حدش فيهم يعني هيوج في البنيه بتاعته. وبالتالي البروتوتايب هو ذا بيست اكزامبل تو ريبريزنت الكاتيجوري اللي احنا بنتكلم عليها. الكونسبتس ليها انواع، في حاجه اسمها artificial concepts وفي حاجه اسمها natural concepts. الartificial concepts دي حاجات كونكريت. حاجات ايه؟ كونكريت. بمعنى على سبيل المثال كل المفاهيم الرياضيه، 1+1=2، المثلث له 3 زوايا، 5×5=25، كل دي عباره عن حقائق facts absolute concrete لا تحتمل انها تكون خاطئة، مفيش وجهات نظر موجودة فيها، ملهاش أنواع أخرى، فدي بيسموها artificial concepts. في حاجة اسمها natural concepts، والnatural concepts دايما abstractive، ممكن تبقى relative، ممكن يبقى في أنواع وأشكال داخلها. لو أعطينا مثلا إنه السمك بيعوم، ولكن في أشياء أخرى كثيرة بتعوم غير الإيه؟ غير السمك. السمك له زعانف، ولكن مش كل السمك له زعانف تمام. يعني على سبيل المثال قنديل البحر ده تمام، مش ده مخلوق عايش في البحر وينتمي للاسماك والمخلوقات البحريه، ولكن ملوش زعانف مثلا على سبيل المثال. وبالتالي الناتشرال كونسبتس ده هي ابستراكتيف. حتى يقول لك الفيش ليف ان ووتر، ده ابسوليوت ولا ريلاتيف؟ لا، هناك بعض انواع السمك ممكن تعيش لو خرجت من الايه من الميه، وممكن تقعد عايشه شويه ما تموتش على طول. على سبيل المثال مثلا السمك القرموط او القراميد ده ممكن يعيش بره الميه شويه. اوكي. وهناك بعض انواع السمك اللي هي ممكن تقعد بره الميه صحيه، وممكن كمان تقدم وهي نص سوى وعلى درجه من درجات الصحيه. في بعض البلاد بره بيقدم لك السمكه ويبقى السمكه فيها نوع من انواع الحركه بتحصل موجوده فيها، لان ما ماتتش بشكل كامل. وبالتالي نقدر نقول ان الارتفيشال كونسبت دايما كونكريت ولا تحتمل وجود اراء او وجهات نظر او انواع او او او. والناتشرال كونسبت دايما ابستراكتيف، وقد يوجد بها انواع وقد يوجد بها امور ريلاتيف مش ابسوليوت. طيب زي ما في حاجه اسمها بروتوتايب للكونسبت، في حاجه اسمها ستيريوتايب. الستيريوتايب عبارة عن ايه؟ an idea or image about a type او category من الناس او الاشخاص. بتبقى فكرة الناس حطاها في دماغها وبتبقى شائعة وبتبقى fixed، ودايما بتبقى مبسطة، يعني ممكن ما تبقاش زي الحقيقة بالظبط. اوكي؟ وعادة بتبقى خاطئة، قد تكون صحيحة أحيانا ولكن عادة بتبقى خاطئة. على سبيل المثال لما نيجي نقول إنه المصريين عندهم ستيريوتايب في دماغهم للشخص اليهودي،
ايه الستيريوتايب بتاع الشخص اليهودي في دماغ المصريين؟ انه الشخص اليهودي ده هو بخيل، بيحب الفلوس، ممكن يكون لابس لبس مش غالي او رخيص، ممكن يكون يعني يتعامل مع القرش كانه يعني حاجه عزيز عليه جدا لا يمكن ان هو يطلعه من جيبه، تمام، ممكن يكون انه عنيف، ممكن يكون انه ما عندوش مشاعر، ممكن يكون انه غير متدين، ممكن يكون انه حاجات كتيره قوي موجوده في الاستيريوتايب بتاع اليهود، تمام، في مفاهيم المصريين. طيب هذا الكلام صحيح ولا خاطئ؟ قد يكون هناك بعض الاشياء الصحيحه فيه وقد يكون هناك بعض الاشياء الخاطئه. لا يمكن يكونوا اليهود كلهم على نفس الايه الشكل اللي انا وصفته دلوقتي، لا، بعض اليهود اللي احنا شفناهم بره لابسين نظيف جدا وما هماش بخلة ومليانين مشاعر وبيتكلموا كلام very logic وبيتكلموا كلام متزن وما هماش aggressive، وبالتالي ما نقدرش ناخد صورة فكرية معينة ونعممها. لو عممناها بيبقى اسمها stereotype، وعادة بتؤدي إلى bias في الايه في الآراء، وبيبقى فيها اوفر جنراليزيشن واوفر سمبليفيكيشن زي ما بنقول هنا. هو اي كونسبت زي ما ليه بروتوتايب وقد يوجد له ستيريوتايب، يوجد له كور كونسبت. ايه الكور اوف ذا كونسبت؟ كل كونسبت بيبقى ليه زي ما بنقول ايه الصلب بتاع المفهوم ده. على سبيل المثال لما نيجي نقول ذا كور اوف ذا كونسبت اوف ذا ليون، الاسد، ايه الكور كونسبت بتاع الاسد؟ انه الاسد متوحش، انه الاسد بيفترس، انه الاسد قوي. اوكي، ده الكور كونسبت بتاع الايه بتاع الاسد، تمام، انه الاسد مفترس واللي يطلع له اسد الاسد هياكله، ده الكور كونسبت بتاعه. طب ايه الكور كونسبت بتاع الكرسي؟ انه الكرسي للجلوس وانه الكرسي له اربع رجلين، ده كور كونسبت للايه للكرسي. وبالتالي اي كونسبت له بروتوتايب، اوكي، بيمثل الكاتيجوري بتاعت الكونسبت ده كله، له كور، تمام، كل الانواع بتاعت هذا الشيء بيبقى فيها الكور ده موجود، اوكي، وقد يوجد ستيريوتايب زي ما قلت. اكوايرنج كونسبتس، الكونسبتس بعضها بيبقى امبور. يعني ايه امبور؟ يعني مش محتاجين حد يعلمه لنا. الكونسبت اوف ذا تايم، الكونسبت اوف ذا سبيس، الكونسبت اوف ذا بليس، ده الكونسبت بتاع الاشخاص، كل دي كونسبتس بنولد واحنا الكونسبت دي موجوده بيحصل لها ماتيوريشن مع الوقت. الطفل الصغير بيعرف انه في حاجه اسمها امبارح وفي حاجه اسمها بكره وفي حاجه اسمها النهارده، وبعد كده يعرف ان في حاجه اسمها السنه الجايه وفي حاجه اسمها الشهر اللي فات. ده بيبقى امبور بس بيحصل له ماتيوريشن مع الايه مع الوقت، اوكي. وفي كونسبتس بتبقى اكوايرد انها ليرند، الواحد بيتعلمها الانسان بطريقتين، يا اما يتعلمها اكسبليسيت زي المدرسه، كل الكونسبتس بتاعه الجغرافيا بتاعه التاريخ بتاعه الماث بتاعه كل المواد اللي احنا بندرسها دي عباره عن اكسبليسيت كونسبتس او اكواير بطريقه اكسبليسيت، اوكي. وهناك كونسبت بتبقى اكواير بطريقه امبليسيت. يعني ايه امبليسيت؟ بطريقه غير مقصوده، يعني ما حدش بيتعلمها في المدارس، ما حدش بيتعلمها من كتاب، ولكن بنتعلمها باي اكسبيرينس، اوكي، من الحياه نفسها. يبقى دي طرق الاكوايرنج اوف ذا كونسبتس. طيب التفكير، ايه الانديكيتورز بتاع التفكير؟ لو انا عايز اقيم التفكير بتاع الانسان، هاو تو اسيس، هنتكلم عليها بعد شويه، ولكن هعمل اسيسمنت لايه؟ اذا كان التفكير ده انا بقول انه حاجه شغاله جوه دماغ الانسان
ما لهاش علاقة لا بالانفايرمنت لا بسنسوري ولا بموتور انبوت جاي من الانفايرمنت او رايح من الانفايرمنت. وبالتالي ايه الانديكيتورز بتاعت الثينكينج؟ في منتهى البساطة احنا نقدر نقيم التفكير بتاع الانسان من خلال ثلاثة اشياء. نقدر نقيم التفكير من خلال ذا سبيتش، الكلام اللي هو بيقوله، نقدر من خلال ذا رايتنجز، الكتابة بتاعته، نقدر من خلال ملاحظة السلوك بتاعه. يبقى أكتر طرق بنقدر إن احنا نعمل نشوف فيها التفكير بتاع الإنسان من خلال ذا سبيتش، ذا رايتنج، أند ذا بيهيفير. في أشياء أخرى؟ في أشياء أخرى، دروينج مثلا. ممكن التفكير الإنسان يبان من الرسومات اللي هو عاملها، أوكي؟ ممكن إنه تفكير الإنسان يبان من الاختراعات اللي هو اخترعها لو هو مخترع لأشياء. ممكن تفكير الإنسان يبان من الأفلام اللي هو عملها، يعني مثلا المخرج، لو عايز تعرف تفكير المخرج إيه اتفرج على الفيلم بتاعه، تقدر تعرف تفكيره جواه مليان إيه، أوكي؟ ليه؟ لأن المخرج هو اللي بيخرج هذا الفيلم بهذا الشكل، وبالتالي بيطلع كل أفكاره وكل تفكيره في هذا الإخراج اللي هو عمله. اللي بيألف كتاب بيطلع فكره داخل هذا الكتاب، اللي بيرسم صورة بيطلع فكره داخل هذه الايه؟ هذه الصورة. اللي بيألف مقطوعة موسيقية بيطلع ما عنده داخل المقطوعة الموسيقية. وبالتالي الانديكيتور اوف ثينكينج حاجات كتيرة، ولكن الحاجات الكومن اللي احنا بنلجأ لها السبيتش، لان احنا نقدر نقعد نتكلم مع الناس، ذا رايتنجز، لان انا اقدر ادي ورقه للشخص اقول له اكتب لي رايك في كذا او قول لي ايه اللي انت بتشتكي منه، اوكي؟ ومن خلال ملاحظه السلوك. دي اكتر ثلاث حاجات. تو اكزامين الثينكينج بنعمل كومنت على حاجه اسمها صوت بروسيس، صوت كنترول، صوت كونتنت، والابستراكشن. في حاجه اسمها نورمال ثوت بروسيس، كلمة صوت ناقصة فيه هنا هو، سوري فور ذيس ميستيك. النورمال صوت بروسيس دايما أي تفكير، أنا بتكلم بقى على مستوى كلينيكال، دايما أي تفكير بيبقى له سنترال أيديا، ذا مين أيديا اللي هو الإنسان اللي قدامي بيتكلم فيها، أوكي؟ وفي السنترال ايديا دي بتطلع حاجه اسمها اسوسيشنز اللي هي افكار فرعيه زي ما قلنا قبل كده هو، اوكي؟ وهذا التفكير بيبقى ماشي في اتجاه معين، تمام؟ اللي هو بنسميه ديترمايننج تندنسي او دايركشن كونسيستنت فلو اوف ذا ثينكينج تو ذا جول، اوكي؟ ماشي في اتجاه هدف معين بشكل سموث اند كونسيستنت. خلاص؟ دايما الاسوسيشنز دي هي لها ريت، يعني لها سرعه في توالد الافكار الفرعيه من الفكره الاساسيه، اوكي؟ وليها كونتينيوتي، بتبقى ماشيه ان انتربتد مور اور ليس، اوكي؟ وبيبقى ليها كواليتي، اوكي؟ بتربطها ببعضها، بمعنى انه الافكار الفرعيه المتوالده لازم تبقى كونكتد تو ايتش اذر، اوكي؟ ولازم تبقى ريليفنت. ده المقصود بالايه؟ بالكواليتي. ولها كوانتيتي، في واحد الفكره الرئيسيه اللي هي السنترال ايديا بيولد منها فكرتين فرعيين، وفي واحد بيولد 10 وفي واحد بيولد 100. زي ما بنقول او زي ما هنقول بعد شويه انه الناس الكرييتيف، تمام، عندهم موضوع الاسوسيشنز ده هو سريعه جدا كثيره جدا، وبيبقوا في ريليشن شيب بينهم وبين بعضهم، بمعنى ان الاسوسيشن دايما ريليفنت، دايما ماسكه بعضها وكونكتد، عكس اللي بيحصل عند المرضى. وطبعا ده يعني هنتكلم عليه في السايكوباثولوجي لوحده ان شاء الله. يبقى اذا النورمال صوت بروسيس لازم يبقى فيه سنترال ايديا، ولازم يبقى فيه اسوسيشنز، والاسوسيشن ليها ريت وليها كونسيستنت فلو وليها كواليتي وليها كوانتيتي، وبيبقى فيه ديترمايننج تندنسي اللي هو الايه؟ سكسيسيف فلو للاسوسيشن ناحيه الهدف بتاعها. في ناس بتقسم الصوت بروسيس بطريقه ثانيه، تقول ان الصوت بروسيس في حاجه اسمها فورم، وحاجه اسمها ستريم، وحاجه اسمها كونتينيوتي. وده الاقرب لينا في المدرسه بتاعتنا في عين شمس، هو ان احنا بنحكم على المريض عنده فورم ديستربنس ولا لا، عنده ستريم ديستربنس ولا لا، عنده كونتينيوتي فيها مشاكل صوت بلوك او ما شابه ولا لا.
حاجه غير الثوت بروسس بنتكلم عليها في الثينكينج، الثوت كنترول. الثوت كنترول حاجه بديهيه جدا جدا جدا، انه الانسان يقدر يفكر في الوقت اللي هو عايزه، يقدر يتوقف عن التفكير في الوقت اللي هو عايزه، يقدر يقلب الفكره دي ويجيب فكره بديله، محدش يقدر يقرا افكاره، محدش يقدر يسحب منه افكار. ده النورمال ثوت كنترول زي ما احنا كلنا عارفين، وهو شيء بديهي. في حاجه اسمها ابستراكشن. الابستراكشن ذا ابيليتي تو نو هيدن مينينج اوف ذا ووردز، المعنى الخفي للكلمات. اوكي؟ احنا عاده لما بنعمل اسسمنت لحد بنسال على البروفيرب، الامثال الشعبيه. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، اللي على قد الحفه مد رجليك. دي امثال شعبيه في معاني خفيه لهذه الكلمات، هو ده الابستراكشن. ومع ذلك مش شرط هذه الامثال الشعبيه، حتى في الكلام العادي بيبان. لما واحد يقول لك انا كنت قاعد مع فلان ونفضت له، كلمه نفضت له دي معناها ايه؟ ليها ابستراكشن في اللغه بتاعت الشباب. نفضت له معناه ان انا يعني طنشته او قلبته او خلصت منه بسرعه. وساعات بعض الشباب يقول لك حلقت له. حلقت له يعني ايه؟ يعني طنشته، يعني قمت وسبته. اوكي؟ معناها كده. فده معنى خفي للكلمات ما يعرفهاش الا طبعا لازم يبقى واحد موجود جوه نفس الكالتشر ده هي عشان يقدر يلقط الايه؟ الابستراكشن بتاع هذه الاشياء. يقول لك انا اتخنقت فقمت. كنت قاعد مع ناس واتخنقت فقمت. كلمة اتخنقت معناها ايه؟ هل معناها ديزنيا؟ نو، مش معناها ديزنيا. ده فيه هيدن مينينج لكلمة اتخنقت وقمت. وبالتالي دايما الابستراكشن لازم واحد يسأل على الحاجات الشهيرة في الكالتشر ده هي، بحيث نعرف هل تفكير الإنسان اللي موجود قدامي ابستراكتيف ويقدر يعرف المعنى الخفي للكلام ولا لا. طبعا الابستراكشن ده له تدرج في طريقة السؤال عليه، ولكن ده أقرب برضه للسايكوباثولوجي منه للسايكولوجي، فمش هنتكلم عليه يعني كتير، ولكن اللي حابب إن هو يقرأ السلايد ممكن إن هو يقرأ. الثوت كونتنت، يا ترى إيه محتوى تفكير الإنسان؟ الإنسان الطبيعي تفكيره ممكن يبقى فيه واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو في الأربع أنواع من الأفكار اللي موجودين قدامنا دول. ممكن يتوجد فيه ايدياز، ممكن يتوجد أوفر فاليد ايدياز، ممكن يتوجد بري أوكيوبيشن، ممكن يتوجد أوبسيشنز. الفروقات اللي بينهم برضو موجودة مع السايكوباثولوجي، ولكن أنا هعدي عليها بسرعة. النورمال ايديا دي موجودة في تفكيرنا كلنا ومش محتاجين إن احنا نتكلم عليها. الأوفر فاليد ايديا دي بتبقى فكرة محببة جدا جدا جدا، مجرد ان الفكرة دي تحضر في تفكير الانسان ليها اولوية على كل شيء اخر. كل معتقداتنا، كل صفاتنا، تمام، عبارة عن اوفر فاليد ايديا. لما اقول هذا الشخص توجهه اسلامي، هذا الشخص ليبرالي، هذا الشخص اهلاوي، هذا الشخص زملكاوي، هذا الشخص مصري، هذا الشخص انجليزي، تمام، كل البليفز بتاعتنا وكل الصفات بتاعتنا عباره عن اوفر فاليد ايديا. الوطنيه اوفر فاليد ايديا، التدين اوفر فاليد ايديا، البخل اوفر فاليد ايديا، الكرم اوفر فاليد ايديا. اوكي؟ العزه والكرامه اوفر فاليد ايديا. وبالتالي الاوفر فاليد ايديا هي عباره عن افكار محببه الى انفسنا لها اولويه على كل شيء اخر وبتبقى فيكسد. اوكي؟ يبقى ده الاوفر فاليد ايديا، وهي نورمال في معظم الاحوال. قد يوجد منها ابنورماليتي وقد يوجد منها باثولوجي، نتكلم عليه في السايكوباثولوجي. ايه هي الباثولوجيكال اوفر فاليد ايديا؟ ده السلايد للي يحب ان هو يقرا التفاصيل اللي موجوده فيه، ولكن انا بستعرض الحته ده هي بسرعه يعني. بري اوكيوبيشن فكره بتلف في دماغ الواحد ليل ونهار، بيحلم بيها بالليل، بيفكر فيها وهو بياكل وهو بيشرب وهو بيتحرك وهو بيروح وهو بيجي. اوكي؟ البري اوكيوبيشن عامله زي الافكار اللي بتجيلنا لما نبقى منشغلين بحاجه بشكل قوي جدا. الافكار اللي بتجيلنا قبل الامتحانات، الافكار اللي بتجيلنا قبل ما مثلا عندنا زياره مهمه، عندنا سفر، عندنا حاجه
مهمة جدا ومهتمين بيها. وبالتالي البريكيوبيشن هو محتوى للتفكير، بيبقى فيه أنواع من الأفكار بيرزيستنت، والفكر نفسه ما بيبقاش مضايقنا بتاع البريكيوبيشن ده، بالعكس هذا الفكر بيساعدنا ان احنا ناخد الخطوات السليمة في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه السليم. امتى البريكيوبيشن تبقى باثولوجيكال؟ اذا لم يوجد لها سبب. اذا وجد لها سبب تمام؟ يعني الامتحان بقى عليه 3 4 5 ايام واحد بيفكر فيه بهذا الشكل، ده شيء طبيعي. انما لا يوجد امتحان، او الامتحان لسه معاده بعد سنه، وواحد ليل ونهار عايش فيه بهذا الشكل، فده علامه للانكزايتي. زي ما بنقول التفاصيل اكتر اقرب للسايكوباثولوجي، احنا بس نعرف ان هذا محتوى للتفكير. رابع فكرة قد توجد في دماغ الإنسان الطبيعي أوبسيشن. الأوبسيشن موجود عند الناس الطبيعيين؟ يس، كل الناس بيحصل لها أوبسيشن. أوكي؟ الأوبسيشن ممكن تبقى في صورة فكرة، ممكن تبقى في صورة صورة بتيجي في دماغ الإنسان، ممكن تبقى في صورة روميناشنز، أسئلة تيجي في دماغ الإنسان ملهاش أجوبة، ممكن تبقى في صورة خوف، ممكن تبقى تيجي في صورة إمبلسز. أوكي؟ والإنسان الطبيعي أو الأول نقول الأوبسيشن بتبقى متميزة بأربع أشياء. إن بتحصل ريكارنت، بتضايق الإنسان، بيبقى عارف إنها فكرته محدش عطاها له ومحدش حاططها له، وهو عارف إنها فكرة خاطئة وإنها فكرة يعني ملهاش قيمة وإنها يعني فكرة مؤذية ومزعجة بدون ما يكون يعني إيه ليها، وهو عارف إنها فكرة خاطئة. لو توفرت هذه الصفات مع اخر حاجه انه بيعمل لها ريزيستنس، الانسان الطبيعي بيحصل له الاوبسيشن وبينجح في انه يقاومها ويطردها من تفكيره خالص. المريض بيحاول يقاومها، ساعات بينجح وساعات ما بينجحش. انما فرق الاوبسيشن الطبيعيه من الاوبسيشن اللي مش طبيعيه تمام، هو ان الاوبسيشن الطبيعيه الانسان الطبيعي قادر على انه يطرد الاوبسيشن من دماغه ويقاومها. اوكي؟ هنا في خطا تمام؟ المقصود هنا ذا بيرسون سكسيدد تو ريزيست، النورمال بيرسون وليس البيشنت في السلايد ده، فناخد بالنا تمام؟ انه المريض بيحاول يقاومها ولكن قد ينجح وقد لا ينجح. اوكي؟ انما النورمال بيرسون هو اللي بينجح في انه يقاومها. خلاص؟ يبقى اذا هنقول انه النورمال بيبي اللي بيحصل لهم اوبسيشن، والاوبسيشن اللي هي بتبقى دي الصفات بتاعتها زي ما بنقول. خلاص؟ كلنا بنبقى بتيجي في دماغنا فكره ان احنا نضرب الشخص اللي قاعد قدامنا لما يكون قاعدين مثلا في مدرج او في حاجه بالشكل ده. كلنا بيجي في بالنا تمام بعض الافكار وبعض الاشياء المؤذيه اثناء ما بنصلي او بتاع. كلنا لما بنشوف منظر في التلفزيون لطفل مثلا غرقان زي اللي حصل من قريب، هذا المنظر بيبقى اوبسيسيف ايمج ممكن تتردد على اذهاننا من وقت لاخر من كتر ما هو منظر مؤلم ومزعج. وبالتالي الاوبسيشن تمام، في قدر من الاوبسيشنز نورمال وبيحصل للناس كلها، والناس بتنجح في انها تتعامل معاه. من ضمن الاشياء الهامه اللي احنا نقدر نعمل لها اسسمنت حاجه اسمها ستاندردز اوف ثينكينج. قد يكون ده مش كلينيكال قوي ان احنا بنستعمله، ولكنه ابليكابل. لو واحد مسك اي مقاله لاي كاتب من الكتاب في اي مجله في اي جريده، او مسك مذيع من المذيعين اللي بيقدم برنامج مثلا من برامج التوك شو او اي حاجه، وحاول انه يطبق عليه المفاهيم اللي احنا هنشوفها مع بعضينا دول. المفاهيم دي اسمها ستاندردز اوف ثينكينج او اوف انتلكتوال ثينكينج. لو انا عايز اعرف الانسان اللي قدامي تفكيره سليم ولا مش سليم، اطبق عليه هذه الاشياء. نمره واحد، ذا كلاريتي اوف ثينكينج. هل الانسان اللي موجود قدامي ده كلامه مفهوم ولا مش مفهوم؟ اوكي؟ اكوراسي اوف ذا ثينكينج. هل الكلام اللي هو بيقوله ده اكوريت، صحيح، ولا مليان ايرورز ومليان ديستورشنز ومليان اخطاء؟ اوكي؟
precision، هل الكلام precise or not precise، بمعنى هل الكلام مفهوم وفي القدر الكافي من الديتيلز، ولا الكلام ده هو جزء منه tangential وsuperficial ومفهوش تفاصيل وكلام عام غير محدد. relevance، هل الكلام ده هو له علاقة بالعنوان بتاع الحلقة أو العنوان بتاع المقالة أو الموضوع اللي الشخص بيتكلم فيه ولا لأ؟ أوكي؟ logic، هل الترتيب بتاع عرض الأفكار ده هي جوه الحلقة أو جوه المجلة أو جوه المقالة اللي أنا بقراها، هل ترتيب منطقي ولا ترتيب مش منطقي؟ أوكي؟ منسقة ومرتبة وفي سنس من الكلام ده هو، ولا الكلام مليان كونتراديكشن ومتعارض مع بعضه ومتناقض وملخبط وجاب من اول لتحت ومن تحت لفوق والامور ملخبطه؟ يبقى ده ذا لوجيك ستاندرد. ذا ديبس اوف ذا انفورميشن، عمق المعلومات اللي بتتقال. اي موضوع من المواضيع دايما بيبقى فيه كومبلكسيتيز، في علاقات بين الافكار وبعضها، في بعض الصعوبات، في فاكتورز افكتنج للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. اوكي، فيا ترى هل في ديبس في الكلام اللي موجود ولا مفيش ديبس في الكلام اللي موجود؟ طبعا ما اكثر المقالات والاشياء اللي بتقرا وهي مفيش ديبس في الامر، فيري سوبرفيشال، مفيش علاقات بين الحاجات وبعضها اللي هي مكتوبه، ومفيش اي نوع من انواع مناقشه العوامل المؤثره على هذا الشيء اللي هو بيتكلم فيه، وبالتالي تلاقي الديبس فيه مشكله. هنا هو في حاجه اسمها ذا بريتس. اوكي، دايما اي موضوع من المواضيع بتطرح قد يوجد فيه وجهات نظر، قد يوجد فيه different dimensions، different point of views. اوكي، وقد لا يوجد، لو وجد فانه الستاندرد ده هنا موجود وكويس، لو لا يوجد يبقى هنا الكلام ده هو ما فيهوش بريتس زي ما بنقول. significance، هل الموضوع مهم ولا مش مهم؟ اوكي، ليه؟ لان الستاندرد اوف نورمال ثينكينج والكرييتيف ثينكرز والناس اللي هي المفروض ان هي يعني تطلع تتكلم في الاعلام وتطلع تكتب كتب وتكتب مقالات، المفروض انه يبقى عندهم اولويات، المفروض انه الانسان يتكلم على الاشياء الهامه قبل ما يتكلم على الاشياء اللي هي التريفيال او الاشياء اللي هي ليست لها اهميه. اخر ستاندرد موجود في التسعه ستاندرد دول اللي هو ذا فيرنس، هل الكلام ده هو فير ولا مش فير؟ يعني ايه فير؟ يعني الكلام ده جاستيفايبل، ما هو سيلف سنترد، واحد ما بيتكلمش على اراء شخصيه له. اوكي، واحد ما بيتكلمش على كلام من وجهه نظره هو فقط لا غير، ما بيقولش كلام يخدم مصلحته هو فقط لا غير، تمام، ما بيقولش كلام يخدم طرف على طرف اخر ولا لا، تمام. بأكد لحضراتكم أن احنا يعني لو طبقنا هذه المفاهيم على كتير من برامج التوك شو اللي احنا بنشوفها، هنلاقي أن الكلام اللي بيتقال لا فيه كلاريتي ولا فيه أكرسي ولا هو بريسايز ولا هو ريليفنت ولا هو لوجيك ولا فيه ديبس ولا بريتس ولا الكلام سيجنيفيكانت ولا الكلام فير. أوكي؟ وبالتالي دي المعايير اللي ما أقدر أحكم بيها على الثينكينج بتاع أي حد في الحياة العادية وفي المواقف العادية. خليني أديكم كده إكزامبل سريع، الإكزامبل ده فيه باثولوجي، هوريكم مريض كاتب خطاب، هذا الخطاب هنستعرضه مع بعضينا وحاولوا تطبقوا عليه المفاهيم التسعة اللي أنا وريتها لكم دلوقتي. أوكي؟ الخطاب أنا حاطه طبعا على كذا سلايد، ولكن ده كلام بنفس الترتيب اللي هو إيه؟ اللي هو حطه. خلاص؟ أنا مش هناقش معاكم الكلام ده هو، لأن زي ما بنقول ده أقرب للسايكوباثولوجي، بس أنا عايز أوصل لكم قد إيه في أن التسعة ستاندرد اللي أنا كلمتكم عليهم ممكن أن أنتم تطبقوهم على هذا الكلام، وتشوفوا هل هذا الكلام كلير؟ مفهوم؟ اوكي، لوجيك، ريليفنت، امبورتنت، سيجنيفيكانت، كل التسعه ستاندرد اللي احنا بنقول عليه ده. اول سلايد تقدروا توقفوا عليه الفيديو وتشوفوه براحتكم. ده ثاني سلايد. ده ثالث سلايد.
ده رابع سلايد. وده اخر صفحة في الكلام اللي المريض اللي المريض كتبه. اوكي؟ حاولوا تطبقوا كده التسعة ستاندر على ده. وده طبعا مثال باثولوجي او مثال باثولوجيكال، ما هواش مثال نورمال يعني. اوكي، هنتكلم على موضوع تاني بسرعة اسمه thick thinking hats او التفكير بطريقة القبعات الستة. هناك احد العلماء، هذا العالم اسمه ديبوني ده، هو عمل طريقة للتفكير اسمها six thinking hats. بيقول لك وانت بتفكر في اي موضوع من المواضيع حاول انك تفكر بست طرق مختلفة. اوكي، الست طرق المختلفة دول هو سمى كل طريقة باسم قبعة. بيقول لك البس القبعة الزرقاء وفكر، البس القبعة البيضاء وفكر، البس القبعة الحمراء وفكر في الموضوع. لو انت فكرت ب الست طرق دول في أي موضوع من الموضوعات، فأنت بالشكل ده هو تمام تفكيرك في هذا الموضوع هيبقى تفكير متكامل، وهتقدر إن أنت تصل إلى كونكلوجن وتصل إلى حلول تقدر تطبقها داخل الموضوع المطلوب منك. خلينا نستعرض هذه الطريقة واحدة واحدة. أول قبعة منهم أو أول طريقة هي the white hat، القبعة البيضاء، الطاقية البيضاء. ايه الطاقية البيضاء؟ الطاقية البيضاء بيقول لك فكر في the information and the data، يعني فكر انك تجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات، انك تسأل على كل شيء. اوكي؟ وتجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموضوع اللي انت بتفكر فيه. يبقى الهوايت هات بتهتم بالايه؟ بالفاكتس، بالانفورميشن، بالداتا اللي هي موجودة. اوكي؟ الطريقة نمرة 2 هي the red hat اللي هي القبعة الحمراء. القبعة الحمراء هي المشاعر، فكر في المشاعر أو فكر بعواطفك. تمام؟ يا ترى لو احنا مثلا يعني لو أنا بفكر في فكرة إنه اللي اخترع السيارة ده هو، أوكي؟ لما يجي يفكر في الموضوع إيه المشاعر الموجود؟ يا ترى لو أنا قدرت أخترع حاجة، الحاجة ده هي تقدر ان هي تشيل اسرة جواها، يقدر ان هم يخرجوا مع بعضيهم، يقدر ان هم يكونوا قريبين من بعض، يقدر ان هم يتكلموا مع بعضيهم وبالتالي يبقوا قريبين من بعض، يحبوا بعض اكتر، يقدر ان هم يتفسحوا ويبقوا مبسوطين. ده طريقة التفكير بالعواطف والمشاعر. اوكي؟ يا ترى مشاعر الناس هيبقى شكلها ايه من الفكره ده هي؟ لو ترى لو عملنا ده مين اللي هو هيفرح بيه؟ مين اللي هينبسط منه؟ مين اللي هيحزن له؟ مين اللي ممكن ده ان هو يضره؟ ده التفكير بالعواطف وبالمشاعر. اوكي؟ وبالتالي اي فكره زي ما انا بفكر فيها كفاكتس ومعلومات بجمعها افكر فيها بطريقه العواطف. ثم الطريقه الثالثه ذا بلاك هات. البلاك هات دايما الطريقة المتشائمة، أحط أسوأ سيناريو ممكن يحصل في هذه الفكرة. تمام؟ إيه كل المشاكل اللي في الدنيا اللي قد تحدث لو أنا نفذت هذه الإيه؟ هذه الفكرة. البلاك هات دايما متشائمة، دايما بتبص للنيجاتيف، دايما بتبص للأشياء المهمة اللي لازم إن الإنسان يحذر منها. أوكي؟ دايما بتبص للخسائر. اوكي؟ دي البلاك هات. اليلو هات عكسها، القبعة الصفراء دي طريقة تفكير متفائلة جدا جدا، بتبص على البوزيتيف، بتبص على الفوائد، بتبص على المكاسب. اوكي؟ الجرين هات، الجرين هات دي بتفكر دايما في الايه؟ المستقبل. اوكي؟ بتفكر على ايه البوسيبيليتيز اللي موجودة قدامي؟ ايه الافكار البديله اللي موجوده قدامي؟ هل قدامي other possibilities والترنيتيف للفكره ده هي ولا ما عنديش ليها؟ اوكي؟ دي القبعه الخضراء. اخر شيء اللي هي ذا بلو هات. البلو هات دايما بتفكر في البروسيس،
في البروسيس يعني ايه؟ يعني مين اللي هيساعدني في تنفيذ هذه الفكرة؟ امتى هنفذ هذه الفكرة؟ ايه الاشياء اللي لازم تبقى موجودة معايا قبل ما ابدأ افكر في هذه الفكرة؟ فين هفكر او فين هعمل او هنفذ هذه الفكرة؟ تمام؟ وبالتالي دايما بتفكر في البوليسي اند بروسيدور وفي البروسيس، وبالتالي دايما البلو هات تمام بالانسان بيدور فيها بادوات الاستفهام هو وهوير وهوين اوكي وهوم، مين اللي هو هيكون موجود معايا على الطرف الاخر. ده التفكير بالايه؟ بالبلو هات. يبقى اذا طريقه التفكير بالسكس ثينكينج هاتس هي احد الطرق اللي هي انوفيتيف في التفكير في اي موضوع. اي موضوع الواحد يكلف به يفكر في الانفورميشن اللي هي الوايت هات، يفكر في الايموشن او بطريقه ايموشنال الريد هات، بطريقه اوبتيمستيك اليلو هات، بطريقه بيسميستيك اللي هي البلاك هات، في طريقه الجروس والبوتنشياليتي والفيوتشر اللي هي الجرين هات، واخيرا البلو هات يفكر في البوليسي والبروسيدور والبروسيس از هول از ريجارد للمشكله او للموضوع اللي هو بيفكر فيه. هنتكلم على برين ستورمينج. برين ستورمينج هو نوع من انواع الاكتيفيتي in which we use the thinking to generate ideas. لما يبقى عندي عايز مثلا اعمل تطوير في العيادات الخارجيه، بدعو الناس الى اجتماع وبقول لهم احنا هنعمل برين ستورمينج. البرين ستورمينج ده بيبقى الهدف منه احصل على اكبر قدر ممكن من الافكار اللي انا اقدر ان انا اطور بيها العياده الخارجيه. في قواعد للجلسه بتاعت البرين ستورمينج اكتيفيتي as a kind of thinking. اولا no idea is bad. بشجع الناس على نقول اي افكار موجوده عندهم مهما كانت هايفه، مهما كانت كبيره، مهما كانت صغيره، وبشجع الناس على انه يبقوا as creative as possible. مفيش limits. الامر بيبقى بقول لهم الامر اقرب للفانتسي وللايماجينيشن. ما تحطوش limits لا باللوجيك ولا بالمنطق ولا باي شيء، عايزين اكبر قدر ممكن من الافكار. وبنشجع الناس تو تيك ريسك، محدش يحجب نفسه، محدش يحرج، محدش يتكسف. لن تكتب فكره وجنبها اسم الشخص بحيث انه ما وممنوع تماما انه حد يعمل كريتيسيزم لاي فكره من الافكار اللي بتتقال. وبالتالي هيبقى كل الناس اللي قاعده از اف انه مكان بيولد افكار. وناخد كل هذه الافكار ثم نبدا نفرزها ونشوف ايه اللي ابليكابل منها اللي ممكن ان هو يطبق. وبالتالي برين ستورمينج is an activity of the thinking والهدف منها to generate a lot of ideas. هنتكلم كلمتين عن البروبلم سولفينج. هنتكلم على البروبلم سولفينج. Problem occurs when there is a goal and no apparent way to reach this goal. أو إنه يكون في barriers بيننا وبين هذا الهدف المراد تحقيقه. عشان نحل أي مشكلة لازم نعمل نمر في مرحلة اسمها problem presentation. أن الواحد يبقى المشكلة واضحة في دماغه. تتضح إزاي المشكلة؟ من خلال ثلاث أشياء. نمرة واحد initial state، هو إن إحنا في أي مشكلة من المشاكل لينا وضع معين. الوضع ده بنسميه initial state. ثم لينا هدف محدد بنسميه goal state. وفي طرق كثيرة بين الـ initial state وبين الـ goal state، ولكن هذه الطرق blocked. لو بصينا على الرسمة initial state هي الدائرة الأولى والجول ستيت هي الدايرة الثانية، والطرق هما الثلاث طرق اللي احنا شايفينهم دول، طريق بالسهم الأحمر وطريق بالسهم الأزرق اللي تحت وطريق بالسهم الأبيض اللي في النص، والطرق دي مقفولة. هو ده البروبلم بريزنتيشن. لو وجد داخل
المعلومات اللي عندنا عن المشكلة أي شيء آخر ما هوش initial state ولا goal state ولا طرق بين واحد واثنين ولا blocks موجودة في الطريق، هتبقى دي حاجة اسمها irrelevant data أو non-essential data. لازم أعمل elimination لل non-essential data في الستيج بتاعت البروبلم بريزنتيشن ده. هي there are a lot of strategies for problem solving. هنلاقوا الرسمه اللي موجوده قدامنا دي فيها عناوين كثيره بتاعت انواع كثيره من الايه من البروبلم سولفنج استراتيجيز اور تكنيكس. احنا هنتكلم على بعض هذه الايه بعض هذه الانواع. يعني البرين ستورمنج احنا ذكرناها قبل كده، دي طريقه من طرق ان انا اعمل بيها بروبلم سولفنج، ان انا اجمع معلومات وافكار من الناس الموجوده معايا. working backward هو ان انا بفترض انه الحل بتاع المشكله خلاص اتعمل وبحاول ارجع لورا من عند الحل، ارجع للايه للخطوه اللي انا موجود فيها بحيث اعرف الطريق شكله ايه من الناحيه الثانيه. اوكي sometimes طريقه working backward بتبقى فعاله وبتنفع خلاص. ساعات بينفع ان انا استعمل شارت او ان انا استعمل تيبل او ان انا ارسم رسمه وارسم اسهم، ده بيجيب ده وده بيؤدي الى ده وده يوصل لده، وعشان اعمل ده لازم اعمل ده. ممكن ان واحد يحاول يحل المشاكل من خلال drawing a picture او diagram او شارت او تيبل للمقارنه بين الالترناتيفز الموجوده عندي. كل دي طرق قد تستعمل في البروبلم سولفنج، ولكن خلينا نركز على طريقتين. طريقة اسمها algorithmic method. algorithmic method هي طريقة لحل المشاكل. الطريقة ده هي بتعتمد على اللوجيك، والطريقة ده هي الوصول فيها للهدف بيبقى او اللي هو حل المشكلة بيبقى مضمون 100%. خلاص عشان نقربها ندي مثل، لو انا داخل سوبر ماركت عايز اشتري جوه السوبر ماركت ده هو لبن. الالجوريتميك ميثود بتقول ان انا اقسم السوبر ماركت بتاعي لاربع اماكن على سبيل المثال، وابدا ادور في كل ربع من الاربعه في كل الرفوف اللي موجوده في الدور في الايه في الربع ده هو. خلصت الربع الاولاني اخد الربع الثاني، خلصت الثاني اخد الربع الثالث، خلصت الربع الثالث اخد الربع الرابع. خلاص هي طريقة فيها organization، فيها ترتيب، فيها لوجيك ومنطق. لا يمكن يكون في لبن في السوبر ماركت ومعرفش اوصل له بهذه الايه الطريقة. عيبها انها time consuming، انها not economical، انها مكلفة. خلاص ولكن ميزتها انه الحل مضمون 100%، هلاقي اللبن يعني هلاقي الايه اللبن. يبقى دي طريقة الالجوريتميك ميثود في حل الايه في حل المشاكل، هو ان انا بدرس كل الطرق اللي موجودة قدامي لحل المشكلة وبحاول ان انا اتعامل مع كل اللي موجود الى ان اصل الى الطريقة اللي فيها الحل. الطريقة الثانية المهمة طريقة اسمها هيوريستيك استراتيجي، والمقصود بيها ان انا بعمل شورت كات، بحاول اختصر. تمام بعمل شورت كات يوصلني للحل. انا داخل السوبر ماركت وعايز اللبن، فانا بفكر اقول طب يا ترى السوبر ماركت لو عايز يحط اللبن هيحطه فين؟ هيحطه في التلاجات، يبقى انا هدخل على التلاجات على طول. يبقى بالشكل ده وانا عملت شورت كات. ميزتها انها موفره، ما هياش مكلفه، ما بتاخدش وقت. عيبها انه الحل مش اكيد 100%. ليه؟ السوبر ماركت ممكن يطلع مش حاطط اللبن في التلاجة، ويكون حاطط اللبن على الرفوف لان عنده اللبن اللي هو صلاحيته طويلة المدى ده، وبالتالي ممكن ما يحطوش في التلاجات. يبقى اذا الهيوريستيك ميثود ميزتها السهولة والسرعة، وعيبها انه الحل مش مضمون 100%. دي الطريقة الثانية لحل المشاكل. الطريقة الثالثة اسمها ترايل اند ايرور، هو ان انا اجرب كل شيء تمام بالصدفة بيجي قدامي اجرب ولغاية لما انجح في حل. ودي طبعا اخر طريقة المفروض الانسان يلجأ اليها. في طريقة رابعة اسمها انسايت. انسايت معناه انه فجأة يجي في دماغي حل للمشكلة، يوصل كده في دماغي فجأة.
طبعا الانسايت تكنيك ده هي مش دايما بتبقى ايه بتبقى صحيحه، هي ما تعتبرش استراتيجي ولا تكنيك بقدر ما هي صدفه انه فجاه ينط في دماغي حل للمشكله اللي موجوده قدامي. يبقى دول اربع طرق غير الوركينج باكورد وغير الدروينج دياجرام وغير ان الواحد يعمل تيبل وغير ان الواحد يعمل شارت، اللي هي الطرق اللي ايه اللي كانت موجوده في الرسمه الاولانيه. طب زرار باريرز فور افكتيف بروبلم سولفينج، يعني ساعات يحصل مشاكل اثناء حل المشاكل نفسها او الاقي عوائق او بلوكس موجوده في السكه. اول بلوك ممكن الاقيه اسمه مينتال سيت. مينتال سيت اللي هو ايه؟ هو ان دماغي يكون معمول لها سيت اب على طريقه معينه للحل ومعرفش اتعامل مع المشكله بطريقه غيرها. اجرب بالطريقه دي افشل. اروح مجرب بيها مره ثانيه واجرب بيها مره ثالثه واجرب بيها مره رابعه وفي كل مره بفشل عشان المينتال سيت اللي موجود ده هو. يبقى المينتال سيت تندنسي تو ابروش ا بروبلم ان ا بارتيكولار واي especially لو كان اشتغل معايا قبل كده هذه الطريقه، يعني انا حليتها مره، حليت مره مشكله بهذه الطريقه، في كل مره بحاول استعمل نفس الطريقه ده هي. فده بيتسمى مينتال سيت. وساعات الانسان بيحتاج انه يعمل سيت اب مختلف ويستعمل تكنيك مختلف. اوكي؟ المينتال سيت ساعات بيبقى ناجح، ساعات لو المشكله دي زي المشكله اللي فاتت بالظبط تمام ممكن انه المينتال سيت يحلها. انما احيانا بيبقى في خلاف موجود في المشاكل والحاله دي ما زيش الحاله اللي قبل منها، وبالتالي ممكن ان الواحد يفشل فيها. تاني حاجه واحنا جبنا سيرتها قبل كده الريليفانت انفورميشن، هو ان انا عملت الانيشال ستيت وعملت الجول ستيت وعملت الطرق اللي من واحد لاثنين زي اللي في الرسمه اللي احنا شفناها من شويه، ولكن ما شلتش الريليفانت انفورميشن فعملت كونتامينيشن للايه؟ للمساله او للمشكله اللي موجوده قدامي. وده عائق، بيبقى عائق قوي من عوائق حل الايه؟ حل المشاكل، وجود الريليفانت انفورميشن. ثلاثه او نمرة ثلاثة في المشاكل بتاعت أو الباريرز تو بروبلم سولفينج حاجة اسمها فانكشنال فيكسدنس. فانكشنال فيكسدنس معناها إن الأدوات اللي موجودة قدامي اللي أنا هحل بيها المشكلة أفشل إن أستعمل الأدوات دي الاستعمال الأفضل. وهدي حضراتكم مثل دلوقتي. ولكن زي ما بنقول فانكشنال فيكسدنس إز ذا تندنسي to think of things only in terms of their usual function or failure to realize that the object can have a use other than the one for which is most commonly associated. أديكم مثلا الألم. الألم functional fixing معناها أن أنا أستعمل الألم فقط أن أنا أكتب به. خلاص؟ لو انا عايز ابعد عن الفانكشنال فيكسدنس معناها ان انا ممكن استعمل الالم في اكتر من الكتابه. الالم ممكن يكتب وممكن يبقى فيه استيكه من تحت تمسح وممكن استعمله كمسطره مع الم تاني وممكن احطه فاصل بين الصفحات بتاعت الكتاب. اوكي؟ وبالتالي الالم ممكن استعمله في اكتر من حاجه، وممكن ان انا اقلب بيه الشاي وممكن اشياء كثيره يستعمل بها الالم، ولو واحد بياكل الاكل الياباني ممكن يستعمل الالم في الاكل زي اليابانيين ما بيعملوا. وبالتالي اللي بيستعمل الاوبجكت او الاداه اللي موجوده قدامه في حاجه واحده فقط لا غير اللي هي الموست كومن فانكشن بتاعتها، ده بيتسمى فانكشنال فيكسدنس. الناس الكرييتيف بتقدر تستعمل الادوات في اكتر من الايه؟ من الحاجه الفانكشن الاساسيه بتاعتها. يبقى عرفنا يعني ايه فانكشنال فيكسدنس. وهنا في مثل لسيدنا موسى، العصايه بتاعت سيدنا موسى. سيدنا موسى كان العصايه بيتوكا عليها وكان بيهش بيها على غنمه وكان بيعمل بيها اشياء اخرى، من ضمن كان ممكن انه يعلق فيها شنطه او يعلق فيها الهدوم بتاعته ويبقى حرف العصايه على كتفه والهدوم متعلقه وراه، فيبقى الهدوم او الشنطه ده هي تبقى تقلها اخف بهذه الطريقه. هذا ما يقال في ايه؟ في 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 عصا سيدنا موسى. غير طبعا استعمالاتها الثانيه اللي استعملها بعد كده في الايه؟ فك السحر بتوع الصحراء والقصه الشهيره اللي احنا عارفينها. وبالتالي سيدنا موسى ما كانش عنده فانكشنال فيكسدنس.
في عائق آخر اسمه confirmation bias. confirmation bias معناها إيه؟ tendency to search for information that confirm one's preconception. جاتني حالة، الحالة دي بيقول لي أنا بسمع أصوات بالليل، نط في دماغي إنه الحالة دي سكيزوفرينيا. confirmation bias معناها إيه؟ هو إن أنا أجري وراء إن أنا أثبت إن الحالة دي سكيزوفرينيا، فاسأله بيتهيألك إنه في حد بيمشي وراك؟ يقول لك آه. طب الأصوات دي ساعات بتشتمك وساعات بتعلق على تصرفاتك؟ هيقول لك آه نعم حصل فعلا. أوكي؟ هروح قايل إنه المريض ده عنده سكيزوفرينيا. بعد كده يطلع إنه الأمر كله أنكزايتي وإنه الموضوع ده سودو هالوسينيشن بيحصل له بالليل. بس أنا عشان جه في دماغي السكيزوفرينيا فجريت ورا ان انا اثبتها انها سكيزوفرينيا، فسالته اسئله ليدنج. سؤال لا يجاوب الا اه حصل، نعم فعلا كانت الاصوات كانت بتقول او كانت بتعمل. وما اكثر المرضى اللي هم بيجاوبوا على الاسئله الليدنج بهذه الطريقه. ده بيتسمى confirmation bias. الخلل اللي بعده او البارير اللي بعده في البروبلم سولفينج حاجه اسمها representative bias. يعني ايه representative bias؟ أن الواحد يفشل في أنه يهتم بكل المعلومات الموجودة ويهمل بعض المعلومات الإيه الهامة. وهدي حضراتكم مثل على representative bias. لو قلنا أنه الصورة اللي احنا شايفينها دي واحدة اسمها ليندا، وليندا ده هي بتحب الكتب وبتكره الدوشة والإزعاج. يا ترى ليندا ده هي بتشتغل في مكتبة ولا بتشتغل في ادوات التجميل او في كوافير او حاجه بالشكل ده؟ اقرب حاجه هتيجي في دماغنا تمام انك تشتغل في مكتبه. ليه؟ لان الواحد فاهم ان البروتوتايب بتاعت الناس اللي بتشتغل في المكاتب تمام ناس مفكره وناس ما بتحبش الدوشه وناس بتحب القرايه تمام. وبالتالي تمام على طول اللي هيحصل هو ان البروتوتايب بتاع المكاتب هو اللي هيخلينا اقول انه ليندا بتشتغل في ايه في مكتبه، علما بان ده ممكن يطلع غلط وممكن يطلع انها ما بتشتغلش في مكتبه من اساسه. فده بيتسمى ريبريزنتاتيف بايس. فالواحد يحاول ياخد باله من هذا الايه هذا النوع من البايس. في بايس ثاني اسمه افيلابيلتي بايس. يعني ايه افيلابيلتي بايس؟ الحاجه اللي توصل لدماغي اسرع واللي توصل للميموري بتاعتي اسرع تمام هي اللي ايه اللي انا بحسبها انها حل. يعني بعمل شورت كات على اللي يجي في الميموري بتاعتي، علما بان اللي بيجي في الميموري الاول مش شرط هو يبقى صح. اوكي؟ يبقى ده اسمه availability bias. في خلل تاني اسمه اوفر كونفيدنس. هو ان الواحد يبقى عنده tendency to be more confident than correct. الثقة بالنفس الأكثر من اللازم قد تتسبب في أنه الإنسان ما يعرفش يحل المشكلة اللي موجودة قدامه. وطبعا والعكس صحيح، قلة الثقة في النفس تخلي الواحد يخاف، وبالتالي قد يكون ده حد ذاته عائق من أنه الإنسان يوصل لحل. تمانية فريمينج. فريمينج المقصود به the way an issue is posed، بمعنى الطريقة بتاعت صياغة المشكلة. الواحد مثلا في الامتحان الشفوي لما بيتسأل سؤال طريقة صياغة السؤال نفسها تمام قد يكون لها تأثير على الإجابة أو على الجادجمنت بتاع الشخص الموجود. قد يكون السؤال في حاجة تتوه أوكي في رأس السؤال نفسه تمام. وبالتالي الفريسينج أو الفريمينج of the problem ممكن يبقى فيه تريك تخلي الواحد يمشي في اتجاه خاطئ. فالواحد لازم ياخد باله من الايه من قصه الفريمنج ده. هي تسعة في حاجه اسمها بيليف بايس. بيليف بايس معناها ذا تندنسي فور ذا وانز بري اكزيستنج بيليفز تو ديستورت لوجيكال ريزونينج. بمعنى انه الواحد البيليفز بتاعته القديمه اللي هي مش مناسبه للمشكله الحاليه تتدخل في الامر وتخليه مش عارف يحل المشكله الحاليه. اوكي؟ بسبب وجود بليفز مش صحيحه موجوده تمام في دماغه. في حاجه اسمها بليف بيرسيفريشن او بيرسيفيرانس تمام؟ وهو برضو انه الانسان ما يقدرش يعمل سويتش اوف للايه؟ لبليف معين، بمعنى انا اتعرضت لمشكله استعملت معاها حل
والحل ده هو نجح. ثم جات مشكلة أخرى، تمام؟ أنا بقى ما قدرتش أن أنا أستعمل طريقة جديدة أو بليف جديد، لا ده أنا بحاول أستعمل نفس البليف القديم. ده يشبه شوية المينتال سيت، يشبه شوية قبل منها اللي هو البليف بايس، يعني إلى حد ما قصة البرزفريشن إنه الإنسان يبقى كونتامينيتد بحاجة معينة ومش قادر إنه يطلع منها. إلى حد ما الحاجات ده هي ممكن يكون مسميات لحاجات شبيهة ما هياش بعيدة، ولكن المهم أن دي من ضمن العوائق بتاعة الإيه؟ الإفكتيف بروبلم سولفينج. في حاجة اسمها هاير أوردر ثينكينج. لازم نعرف إنه السوبرفيشال ثينكينج هو أن الواحد to know the information، ده في حد ذاته يعتبر تفكير، أن الواحد to know to remember the information ده في حد ذاته يعتبر تفكير، أوكي؟ to understand the information ده في حد ذاته يعتبر تفكير، ولكن to know to remember to understand كل ده superficial thinking. نبدأ ندخل في الديب ثينكينج لما نقدر نعمل ابليكيشن. انا بقى مش مجرد ان انا عندي تفكير، ده التفكير اللي موجود عندي اي كان ابلاي، اقدر اطبقه على ارض الواقع، يبقى انا كده بقيت ايه، في ديبس موجود داخل الثينكينج ده. هو الهاير اوردر ثينكينج بقى هو ذا ابيليتي تو انالايز تو ايفالويت تو كرييت تو كريتيسايز، كل ده بيتسمى هاير اوردر ثينكينج، خلاص. ونفس الليفلز ده هي بتتسمى ليفلز اوف ليرنينج، زي ما هي ليفلز اوف ثينكينج هي ليفلز اوف ليرنينج، تو نو تو ريممبر تو اندرستاند تو ابلاي تو انالايز تو ايفالويت تو كرييت. فدي تدرج الايه الثينكينج الى هاير اوردر ثينكينج، هو اللي فيه اناليسيس وفي ايفالويشن وكرياتيفيتي وانوفيشن. اوكي، في حاجة اسمها critical thinking، في حاجة اسمها creative thinking. الناس الفعالة، الناس الناجحة في الحياة بيبقى عندها ما يطلق عليه critical and creative thinking. ايه هو critical thinking؟ critical thinking the ability for careful evaluation of data according to standards before giving decisions. انه الانسان يكون قادر على انه يعمل evaluation للداتا. الكريتيكال ثينكينج زي ما بنقول تو كريتيسايز واحده من الهاير اوردر ثينكينج، خلاص. طبعا الكريتيكال ثينكينج هو سيلف دايركتد بروسيس، اوكي، باي ويتش الواحد بياخد ديليبريت ستيبس، خطوات مرسومه ومحدده علشان خاطر يوصل لهايست ليفل اوف كواليتي في التفكير بتاعه، خلاص. الكرييتيف ثينكينج هو نوع من انواع التفكير بيؤدي الى creation of حاجة new idea unique innovation، يبدع ويخلق شيء ما كانش موجود قبل كده، هو خلاص. دايما ال critical and creative thinking هم higher order thinking وموجودين في اعلى level من الليفلز بتاعت الايه بتاعت ال thinking وال learning. ال creative thinker او ال critical thinker ده ايه المواصفات بتاعته، تمام؟ الكرياتيف ثينكر بيعمل بروبلم برزنتيشن، تمام، بطريقه يونيك، بطريقه دقيقه وبطريقه يونيك، يقدر انه ياخد كل المعطيات الموجوده في المشكله الموجوده قدامه ويعمل بروبلم برزنتيشن بشكل هايل وجميل. الحاجه الثانيه بيبقى عنده ما يطلق عليه دايفرجنت ثينكينج. Divergent thinking بمعنى انه الفكرة الواحدة عنده ممكن يتولد منها عشرات من الافكار، large number of associations. الحاجة التالتة انه بيبقى عنده flexibility، يقدر مع ظهور معطيات جديدة انه يغير الاتجاه، انه يوقف، انه يجرب طريقة مختلفة، انه ما يبقاش عنده mental set، اوكي، وبالتالي can tolerate can turn كان سي سوري لما يبقى غلطان او مشي في اتجاه غالب، كان تشينج الدايركشن
ما عندوش بيرسيفريشن ايرور او بيرسيفريشن بايس زي ما كان موجود قبل كده، ما عندوش منتال سيت. الكرييتيف ثينكر اوريجينال في المعلومات بتاعته وطريقته بتبقى مميزه ويونيك. الكرييتيف ثينكر كان الابوريت، يقدر يشرح، يقدر يوصف، يقدر يعمل ما يطلق عليه دي بريفينج. في مهاره اسمها بريفينج ان الواحد يلخص، وفي مهاره اسمها دي بريفينج. دي بريفينج ان الواحد يقدر انه يبقى عنده اسهاب وانه يقول ديتيلز عن المشكله اللي موجوده، نتيجه ان البروبلم برزنتيشن بتاعه طبعا احسن. اوكي، الكرييتيف ثينكر كان بيك اب ذا داتا ايزلي، فيري سينستيف، مجرد ما يسمع المعلومه يلقط منها الحاجات الريليفنت والحاجات المهمه اللي لازم يحط تحت منها خط. الحاجات اللي احنا قلنا عليها يا اما ضمن الانيشال ستيت، يا اما ضمن الجول ستيت، يا اما ضمن الرود اللي بيوصل من الانيشال للجول، يا اما الريليفنت انفورميشن لازم يشيلها خالص. وبالتالي هو فيري سينستيف في الحته ده هي، وبيبقى ايزلي ديتكتنج هذه الاشياء. برضه الكرييتيف ثينكر الايماجينيشن عنده عالي جدا، تمام؟ لما بيبقى عنده مشكله بيحلم بيها بالليل وبيسرح فيها اثناء النهار وبيشغل الايماجينيشن بتاعه عليها. اوكي؟ لما بيقرا حاجه او بيقرا حاجه بيعمل هايلايتنج للامبورتنت بوينتس، تلاقي كده وهو بيقرا مثلا في سؤال او في كومنتري كيس بيحط شرطه او بيحط الوان على الايه؟ على الحاجات المهمه اللي هي موجوده. بيقدر يعمل صياغه للمشكله في صوره جراف، في صوره تيبل، في صوره مايند ماب، او بيقدر يعمل فيجواليزيشن للداتا بطرق مختلفه. اوكي؟ يقدر يعمل سمبليفيكيشن للامور اللي موجوده قدامه. كان توليريت انسرتينيتي، يعني هناك بعض الامور في العلم بالذات فيها انسرتينيتي، في حاجات كتيره ما نعرفهاش عن الاسكيزوفرينيا. الشخص الكرييتيف ثينكر يتحمل الانسرتينيتي. الشخص اللي هو مش كرييتيف، تمام، بشكل كونكريت بيحاول، تمام، يظهر ويحاول يقنع نفسه انه فاهم الامور ويحاول يحفظ الامور زي ما هي، بسبب بسيط انه ما بيقدرش يتحمل الانسرتينيتي اللي احنا بنقول عليها ده. الكرييتيف ثينكر دونت بليم اذرز، لا يلوم الاخرين ولا يلوم، يقول لك احنا بس لو كان عندنا كنا هنقدر نعمل. الكرييتيف ثينكر ما يعملش كده. الكرييتيف ثينكر دايما كريتيسايزنج فور هيم سيلف او هير سيلف، دايما بيقول انا ايه المميزات والعيوب اللي موجوده في طريقتي او اللي موجوده في تفكيري، خلاص. دايما يعمل سيرش فور الترناتيف اكسبلانيشن. الكرييتيف ثينكر ما هوش امبالسيف، دايما متروي، اوكي، بياخد الادكويت تايم تو ثينك. الكرييتيف ثينكر دونت اجنور الداتا، تمام، ما يهملش الداتا المهمه، دايما اوبن مايند وفليكسبل، ما يعملش ارجيومنت، جود ليسنر، لما يلاقي حد بيتكلم كلام تمام ومعلومات هو ما عندوش فكره عنها بيسمع كويس، تمام، بيسال اسئله كثيره وبيسال عن معاني الكلمات، تقصد ايه بالكلمه الفلانيه، اوكي، ويقدر ببساطه جدا بدون حرج وكسوف يقول لك انا ما فهمتش الحته الفلانيه. الكرييتيف ثينكر يقدر يفرق بين الايموشنز واللوجيك اللي هي السكس هات المختلفين. احنا عارفين ان الريد هات كانت بتاعت الايموشنز مثلا، اوكي. الكرييتيف ثينكر كان اندرستاند اند اكسبريس هيم سيلف بشكل كويس. الكرييتيف ثينكر بيدي ذا سيم امبورتنس لكل الاسبكتس وكل الدايمنشن بتاعت المشكله اللي هو موجود فيها او الموضوع اللي بيفكر فيه. بيعتمد على الايفيدنس عشان خاطر ياخد ديسيجن، بيقدر يعمل جاستيفيكيشن للديسيجن بتاعه، بيعتمد على الداتا اللي جايه من مصادر موثوق فيها، دايما بيبحث كريديبيليتي اوف ذا سورس، بيقدر ينسق الداتا بشكل جيد، بيبقى عنده سترونج ديترمايننج تندنسي، بمعنى ان هو دايما ماشي في الاتجاه بتاع الهدف بتاعه، ما بيسرحش بطرق جانبيه. كل دي مواصفات للكرييتيف ثينكر. طب هل في مراحل للكرييتيف ثينكينج؟ دايما المرحله الاولانيه اسمها بلاننج اند بريباريشن، المرحله الثانيه اسمها انكيوبيشن للمعلومات بقى في دماغه،
وديفلوبمنت سوليوشن. المرحلة الثالثة اسمها elimination and verification of the best solution، يعني أفضل حل من الحلول اللي اتوجد في المرحلة رقم 2. يبدأ بقى واحد يفكر فيه اندبس ويبدأ يثبت ان هو صحيح ولا مش صحيح. والمرحلة الرابعة application للحل ده هو على المشكلة اللي موجودة قدامه، ثم يعمل reflection. reflection يعني ايه؟ يعني يشوف نفسه اتعلم ايه من هذا الموضوع ونجح ولا ما نجحش ونسبة نجاحه قد ايه. نفس المراحل اللي عدت هي موجودة هنا. المرحلة الاولية بتاعت البلان اللي بيجمع فيها معلومات ويستحضر خبراته القديمة ويحاول يفهم كل المعلومات الموجودة. المرحلة الثانية بتاعت الديفلوبمنت اللي هو بيولد فيها افكار كثيرة، بيولد فيها حلول كثيرة، اوكي، وبيحاول يربط الحلول دي ببعضها وبيشوف افضلها ايه. المرحلة اللي بعدها بتاعت الفيريفيكيشن هو انه بقى بيشوف افضل حل اتوجد من المرحلة اللي قبل منها ويشوف الايفيدنس بتاعه ويبدأ ان هو يعمل opinion وdecisions من خلال الحل ومن خلال المعلومة اللي هو حكم عليها. ثم الريفليكشن زي ما بنقول اللي هو يعمل evaluation، هو اتعلم ايه من الموضوع ده هو ولأي مدى، ويعمل تقييم نسبة نجاحه كانت قد ايه. تقريبا احنا كده يعني اتكلمنا عن الثينكينج. طبعا الثينكينج موضوع كبير وفي حاجات كتيرة اكتر من اللي انا قلت عليها ده هي، ولكن اعتقد انه ده في حد ذاته يعتبر كويس جدا بالنسبة للليفل بتاع الفيرست بارت ماجستير.